إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، نواصل بإذن الله تعالى رحلتنا في رحاب الدار الآخرة، وكنا قد توقفنا في الجمعة الماضية مع النفخ في الصور، حيث يأمر الله تبارك وتعالى الملك إسرافيل بالنفخ في المرة الأولى، فيصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، ثم وبعد فترة لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى، يأمر الحق جل جلاله الملك إسرافيل بالنفخ مرة ثانية، فيقوم لهذه النفخة جميع الخلق من آدم إلى آخر إنسان على وجه هذه الأرض. يبعث الناس من قبورهم كما رأينا، فيجدون أنفسهم على أرض غير الأرض التي عاشوا عليها في الدنيا. يقول تبارك وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء، أي طاحنة، كفرصة النقي ليس فيها عالم لأحد. يقوم الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا، يحشر الناس جميعا فلا يتخلف منهم أحد. يقول تبارك وتعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويقول تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وينطلق الجميع في صمت رهيب إلى أرض المحشر، وقد وكل الله تبارك وتعالى بكل إنسان ملكين يسوقانه إلى أرض الموقف. يقول تبارك وتعالى في سورة قاف: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ملكين موكلان بالإنسان، كل واحد عنده ملكين، واحد يسوقه وواحد يشهد عليه. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أتعلمون عباد الله كيف يساق الناس إلى أرض المحشر؟ الجواب من عند المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما في سنن الترمذي ومسند أحمد بسند حسن، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، صنف مشاة، وصنف ركبان، وصنف على وجوههم. فقالوا: يا رسول الله، وكيف يمشون على وجوههم؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك. والعياذ بالله، يعني رب سبحانه يحشرهم يمشون على وجوههم، ويبدأوا يمشوا على وجوههم ويلقاوا حدوة ولا شوكة يحاولوا كيفاش يتلافوها بوجوههم. إذن عباد الله، يبين المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الناس في أرض المحشر على ثلاثة أصناف: صنف ركبان يركبون على دواب منوق من نوق الجنة. هؤلاء من؟ هؤلاء هم المتقون. يقول تبارك وتعالى:
يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. أغلب المفسرين في الآية هذه نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا أي ركبانا. وصنف مشاة وهم الذين سيعذبهم الله بذنوبهم ثم يخرجهم من النار إلى الجنة. هذوما الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو لربما من غيرها من الأمم اللي السيئات بتاعهم غلبت برشا الحسنات، السيئات كثرت على الحسنات، فربي سبحانه وتعالى يعذبهم بمقدار ذنوبهم ثم يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة بلا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا قول كثير من المفسرين وهذا قول القرطبي في كتاب التذكرة، ونصحتكم بهذا الكتاب في أمور الدار الآخرة، كتاب قيم. والصنف الثالث والعياذ بالله يمشون على وجوههم وهم الكفرة. يقول تعالى: ويوم نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ويقول في آية أخرى: والذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. عباد الله، ويخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم على أصناف أخرى من العذاب على أرض المحشر. ومن أهم هذه الأصناف وعلينا أن نحذر من هذا الصنف، صنف حذرنا منه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهم المتكبرون. ورأينا في أحاديث كثيرة أن الكبر من أعظم الذنوب، وأن الذي في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. ماذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الصنف؟ جاء في سنن الترمذي ومسند أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال. يعني رب سبحانه وتعالى المتكبرين اللي يتكبروا على عباد الله في الدنيا يحشرهم يوم القيامة أقسام كبر قد الذرة في صور الرجال، رجال هم بشر لكنهم رب يجعلهم أقسام كأمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. والعياذ بالله، هذا شراب لأهل النار، من عرق أهل النار يشربوه الناس المتكبرين اللي يتكبروا على عباد الله في الدنيا. فاحذروا عباد الله من هذه الكبيرة. أيها المؤمنون، ويصل الناس إلى أرض المحشر ويقف الجميع في انتظار الحساب. أتدرون عباد الله كم طول ذلك اليوم؟ كم طول ذلك الموقف؟ الجواب في قوله تعالى في سورة المعارج: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ولكن أبشروا يا أهل الإيمان، أبشروا يا أهل القرآن، أبشروا يا أهل الصلاة، أبشروا يا أهل المساجد، أيها المؤمنون الصادقون الذين مشوا على طريق مستقيم وما بدوش يدوروا من هنا وهناك. جاء في مسند أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يوما كان مقداره 50,000 سنة، ما أطول هذا اليوم؟ أي الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم متعجبين: يا رسول الله، يوم مقداره 50,000 سنة، ما أطول هذا اليوم؟ هما ديما خايفين، هما راهو المؤمنين الصادقين الصحابة كانوا ديما ماهمش واثقين في روحهم، ديما خايفين على روحهم من عذاب الله، ماهمش معناها العمل نتاعهم ماهمش متكلين عن عملهم، ديما خايفين من عذاب الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. عباد الله، ومع طول الموقف ومع شدة الزحام يزداد الهم والكرب باقتراب الشمس من رؤوس الخلق. جاء في صحيح مسلم من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقداره. قال سليم بن عامر راوي الحديث: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحب به العين؟ قال عليه الصلاة والسلام: فيقول الناس على قدر أعمالهم في العرق.
فمنهم من يكون إلى كعبين، ومنهم من يكون إلى ركبتين، ومنهم من يكون إلى حقوين، ومنهم من يلجم العرق الجامع. قال: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. عباد الله، وبينما الناس في هذا الموقف الرهيب والحر الشديد، إذ بحدث رهيب تشيب منه الرؤوس وتنخلع منه القلوب، أتدرون ما هو هذا الحدث العظيم؟ الدنيا هذه كلها ما تظهر شيء أمام ما سنعيشه من أحداث يوم القيامة. شيء مهما الإنسان ما باش يشوف في الدنيا، الشيء اللي باش يراه الإنسان يوم القيامة ويوم المحشر راه أمر عظيم، لازم الإنسان يتسلح من اليوم بالإيمان والتقوى. ما هو هذا الأمر الجلل؟ يؤتى بجهنم والعياذ بالله في أرض المحشر. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ويقول تعالى في سورة الفجر: وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له ذكرى. ويقول تعالى في سورة النازعات: فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. فإذا أقبلت جهنم وأحاطت بالخلائق ورأت الخلق، زفرت وزمجرت غضبا منها لغضب الله تبارك وتعالى، عندئذ تجدو كل أمة على ركبتين، عند ذلك تجدو جميع الأمم على الركب من الخوف والذلة. يقول تعالى في سورة الجاثية: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون. أمام هذا الهول أيها الإخوة والأخوات، تذهب كل مرضعة عما أرضعت، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. أمام هذا المشهد تنسى الأم الحموم ابنها، وينسى الابن البار أباه، وينسى الزوج زوجته. يقول تعالى: فإذا جاءت الصاخة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. عباد الله، وفي هذا الموقف الرهيب وهذه الشمس المحرقة، تتنزل رحمة الله تبارك وتعالى على طائفة من عباده، فينجيهم الله سبحانه وتعالى من تلك الأهوال، ويظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعلنا ندخل في واحدة منهم على الأقل. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وجاء كذلك، والإمام السيوطي في الباب ذا يكتب كتاب على أن يشغلهم الله في ظله إلى يوم لا ظل إلا ظله، وبين أنه مش السبع عدم فقط، بل يصل إلى أكثر من هذا حتى إلى 28 والأكثر من 28 حديث، بين فيهم أنه يعني يشغلهم ربي سبحانه. من ذلك مثلا ما جاء في سنن الترمذي ومسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسكرا واحد صبر على أخوه المسلم في عصر سلفه عاونه حاجة واصبر عليه، من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وفي حديث آخر رواه أحمد عن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. فيا أيها المؤمنون، احرصوا رحمكم الله تعالى على طاعة الله تعالى، وعلى هذه الخصال من خصال الخير، لكي تكونوا من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي آخر هذه الخطبة الأولى أسوق لكم نصيحة نفيسة من صحابي جليل هو سيدنا أبو الدرداء من حكماء هذه الأمة. أبو الدرداء رضي الله عنه يقول:
صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور. كم نحن بحاجة لهذه النصيحة، خاصة ونحن في آخر رجب، ونحن مقبلون على شعبان، ومن بعد شعبان رمضان، ونحن مقدمون على أيام شديدة الحر. فالإنسان الذي يصوم فيها ويذكر فيها رب تبارك وتعالى الأيام التي شديدة الحر، رب سبحانه يحميه من حر جهنم ومن حر الموت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في رجب وشعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يقينا